مسافر كل يوم لمكان، عشقت الجري والترحال، طلبت العلم ولو في الصين ولفتها يمين وشمال. شريكتي في رحلتي انتي، حبيبتي وصاحبتي وبنتي، بشوفك أملي يتجدد ورجلي تدوس على البدال. اهلا وسهلا. اهلا يا فندم. انا مبسوطه قوي يا كابتن علي وان انا بشوف حضرتك في المكان ده، يعني مبسوطه بالمكان، مبسوطه ان احنا في الهرم وجنبينا الطريق السريع والعجل هنا، مبسوطه قوي باللي احنا عرفنا ان نقابل حضرتك هنا. وانا مبسوط كمان ان البرنامج ده حكاوي لهاوي. انا عندي 54 سنه، جيل الثمانينات طبعا احسن ناس، اللي كان برنامج حكاوي لهاوي وسامي هانم التريبي الله يخليك، من اجمل واعظم وارقى المذيعات بتاعت الجيل ده. فانا سعيد بالبرنامج المفضل بتاعي انا ظاهر فيه دلوقتي في 2022. وانا مش مصدقه طبعا ان انا اصلا بعد، لو انت حاسس كده امال انا حاسه بايه بقى؟ يعني بالحكاوي بقى، بما ان احنا جبنا في سيره الحكاوي، العجله بتاعت حضرتك من اغرب العجلات اللي انا شفتها. ايه اللي خلاك تركب العجله دي؟ العجلة دي أنا في 2017 كان عندي 48 سنة، لو أنا حاسبتي صح كده، وده كان توقيت كده حرج إن أنا حاسس إن العمر بيجري وعندي أحلام سفر بالعجلة ومغامرات، وحاسس إن خلاص يعني زي ما يقولوا بالآن، الآن الآن وليس غدا طبعا. وبدأت طبعا عايز أعمل إيه؟ أنا عايز أسافر بالعجلة. فبدأت بعجلة عادية، عملت سفريات كده قصيرة نسبياً للفيوم أو غيره، وحسيت أني مش مبسوط وكتافي وجعاني ورقبتي وجعاني، ومش هي دي الوسيلة اللي حابة مستمتع وأنا بسافر بيها. لكن أنت أصلاً كنت بتركب عجل؟ أنا أصلاً بركب عجل بس مش بسافر بعجل، يعني لكن بركب. عندك عجلة؟ عندي عجلة وكنت في الجامعة بروح بيها الجامعة كل يوم 8 كيلو رايح 8 كيلو جاي. طول عمري بحب اركب عجل بس بدات عايز اسافر بعجل. ف كان في مكان ما كامن في العقل الباطن بتاعي ان انا شفت على النت او شفت في مكان ما العجله بالمواصفات دي. بعد 3 شهور ببحث بشوف الماركات الموديلات المختلفه اسعارها ايه، تتجاب منين، لحد ما استقريت على العجله دي وجبتها. جبتها من مصر؟ لا، دي جبتها من السعوديه، هي دي ماركه تايواني، والوكيل بتاعها اقرب وكيل لمصر في السعوديه. السعوديه. وانا اخويا في السعوديه شغال فخليته جابها لي. فكان الحب من اول نظره. يعني لحظه ما قعدت عليها قلت دي اللي حلفت بيها مصر والعالم. هي يعني في بيسموها كده وخزه السفر، يعني زي اللي هو زي شكه الحشره اللي هو لازم اللي في حاجه لازم يسافر لازم يسافر. اي انا الوخزه دي بداتها بالفكره، ما كانش لسه وخزه. وبعدين بدأت على فيسبوك بتابع 2-3 رحالة عالميين بيلفوا العالم، منهم بنت فرنسوية كانت بتعمل رحلة من القاهرة لكيب تاون بالعجلة. البنت دي عملت مسار مختلف خالص، دي راحت جيبوتي والصومالي لاند وبعدين الصومال، عملت رحلة مفيش رحالة اللي أنا أعرفهم واللي نتابعهم بيعملوها خالص. لدرجة إن أنا كنت بنام وبصحى أول حاجة بفتح عليا عيني فيسبوك وصلت فين؟ في بنت اسمها إيميلي، إيميلي بودو. وصلت فين؟ لدرجة من كتر شغفي بدأت أتواصل معها على الماسنجر، لأني كان على بالي عايز أعمل رحلة للسودان كان ساعتها.